حبايبي الحلوين، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم في حصة جديدة من حصص مادة العلوم. والنهاردة حصتنا حصة المراجعة النهائية لامتحان نصف السنة، وبنبدأ نفتكر مع بعضينا إيه هو محتوى الفصل الدراسي الأول اللي هنمتحن فيه بكرة بإذن الله. عندنا محور، المحور الأول بعنوان الأنظمة، واللي درسنا فيه وحدة كاملة بعنوان الأنظمة الحية. أما المحور الثاني اللي كان بعنوان المادة والطاقة، ودرسنا فيه الوحدة الثانية اللي بعنوان الحركة. تعالوا نتعرف عن مكونات الوحدتين اللي درسناهم. الوحدة الأولى الأنظمة الحية كانت تحتوي على أربع مفاهيم. المفهوم الأول التكيف والبقاء، والمفهوم الثاني كيف تعمل الحواس، والمفهوم الثالث الضوء وحاسة الإبصار، والمفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات. درسنا المفاهيم الأربعة وكمان درسنا الوحدة الثانية. درسنا في الوحدة الثانية اللي كانت بعنوان الحركة المفهوم الأول اللي بعنوان الحركة والتوقف، والمفهوم الثاني اللي بعنوان الطاقة والحركة، وكمان درسنا المفهوم الثالث اللي كان بعنوان السرعة، وبقي لنا بس المفهوم الرابع اللي هندرسه في بداية الترم الثاني، يعني مش هنمتحن فيه. يبقى احنا كده هنمتحن في سبع مفاهيم: المفاهيم الأربعة اللي درسناهم في الوحدة الأولى، والثلاث مفاهيم اللي في الوحدة الثانية، وبس فاضل لنا المفهوم الرابع هندرسه في الترم الثاني. تعالوا بينا ناخد مجموعة من التدريبات على المفاهيم اللي درسناها. أول حاجة السؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة. يختلف سمك فراء الحيوانات حسب، يا ترى حسب ايه؟ ألف سرعة الرياح، ب درجة حرارة البيئة، ج كمية المطر، د نوع التربة. يلا بسرعة يا حلوين اختاروا لي الإجابة الصحيحة، ألف ولا باء ولا ج ولا د؟ باء هي الإجابة الصحيحة، درجة حرارة البيئة. بالفعل إذا انخفضت درجة حرارة البيئة بيكون سمك فراء الحيوانات كثيف، أما الحيوانات اللي بتعيش في بيئة درجة حرارتها مرتفعة فبيكون سمك الفراء خفيف، سمكه قليل جدا لأنها مش محتاجة إن جسمها يدفى. تعالوا ننتقل للسؤال التالي. يتكيف الظبي الذي يعيش في السهول الفسيحة من خلال، الظبي ده نوع من الغزلان وبيعيش في السهل الفسيح الأرض الواسعة الخضرة، يا ترى إيه التكيف اللي موجود عند الظبي؟ ألف الفرو السميك الذي يساعد على الدفء في فصل الشتاء، ب أرجل طويلة تساعده على الجري بسرعة، ج ألوان زاهية تساعده على جذب الجنس الآخر، و د صدفة خارجية قوية تحميه. يا ترى إيه هو التكيف اللي موجود عند الظبي؟ الإجابة الصحيحة هي ب أرجل طويلة تساعده على الجري بسرعة. هو عايش في السهول الفسيحة ومحتاج إن هو يجري بسرعة، وكمان يقدر إن هو يهرب من أعدائه اللي زي النمور والفهود اللي بتقدر تجري بسرعة شديدة جدا، فربنا سبحانه وتعالى ميزه بالأرجل الطويلة. السؤال اللي بعد كده، كيف تؤثر طرق التكيف في معدل بقاء أنواع الكائنات؟ ألف تقلل من معدل بقاء الأنواع، ب تغير المظاهر التركيبية للكائن الحي، وج تزيد من معدل بقاء الأنواع، أما د
تغير كل السلوكيات التي اكتسبها الكائن الحي. بالفعل الإجابة هي جيم. التكيف بيزيد من معدل بقاء الأنواع. كمان لو تفتكروا إن مفهومنا كان بعنوان التكيف والبقاء، وعرفنا إن العلاقة بين التكيف والبقاء إن التكيف بيساعد الكائن الحي إنه يظل باقياً على قيد الحياة، وكمان بيقدر إن هو يتكاثر وينتج أفراد جديدة. السؤال التالي: أوراق النبات على شكل أشواك ليه؟ ألف: منع التمزق بسبب الرياح. ب: الحصول على ضوء الشمس. جيم: امتصاص المياه. أما د: منع الحيوانات من أكلها. ممتازين. أوراق النباتات على شكل أشواك علشان تمنع الحيوانات من أكلها، إن يبقى صعب على الحيوان إن يأكل الشوك. السؤال التالي: يتحول الطعام إلى سائل في عضو معين من أعضاء الجهاز الهضمي. العضو ده إيه؟ ألف: الفم. ب: المعدة. جيم: الرئتين. د: الأمعاء الغليظة. الإجابة الصحيحة هي المعدة. طبعاً الطعام عرفنا إن هو بيبدأ الهضم في الفم، لكنه بيتحول لسائل في المعدة. وننتقل للسؤال التالي: إفراز زهور شجرة الكابوك رائحة لذيذة يكون ليه؟ ألف: جذب الخفافيش. ب: لتحذير باقي الأشجار من الخطر. جيم: لإخافة الطيور ومنعهم من أكل أوراقها. أما دال: لنشر البهجة. يا ترى شجرة الكابوك بتفرز رائحة لذيذة ليه؟ الإجابة الصحيحة هي جذب الخفافيش. شجرة الكابوك بتجذب الخفافيش علشان تقدر إنها تعمل تكاثر. الخفافيش بتساعدها على التكاثر، فبتجذبها بالرائحة اللذيذة. وننتقل للسؤال التالي: يستطيع الشخص الكفيف تحديد موقع صديقه من خلال حاسة. ألف: التذوق. ب: السمع. جيم: الشم. دال: البصر. إيه هي الحاسة اللي بيعتمد عليها مكفوف البصر؟ بالفعل الشخص الكفيف بيعتمد على حاسة السمع. السؤال التالي: تستطيع بعض الحيوانات الرؤية بالليل لأن أعينها صغيرة؟ ب: لأن لديها غشاء خلف العين يعمل كالمرآة. جيم: لأنها ترتدي نظارات خاصة بالرؤية الليلية. دال: لأنها ترسل موجات تصطدم بالفريسة. الحيوانات الليلية بتشوف بالليل ليه؟ يا ترى إيه هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة: لأن لديها غشاء خلف العين يعمل كالمرآة. ده البساط الشفاف اللي بتتميز بيه الحيوانات الليلية. السؤال التالي: توقف رامي فجأة وهو يقود دراجته لأنه سمع صوت سيارة تسرع باتجاهه. يا ترى إيه هو الجهاز اللي مكن رامي من استقبال الإشارة وكمان مكنه إنه يستجيب ويقف بدراجته؟ ألف: الجهاز العضلي. ب: الجهاز العصبي. جيم: الجهاز الهضمي. دال: الجهاز الدوري. إيه هو الجهاز اللي ساعده على الاستجابة لما سمع صوت السيارة؟ الجهاز العصبي هو اللي بيساعد الإنسان إن هو يقدر يستجيب للمؤثرات الخارجية. وننتقل للسؤال التالي:
ما هو التكيف؟ عايزين نختار تعريف التكيف الصحيح. ألف هو الطريقة التي تتكاثر بها الكائنات الحية. باء هو الخصائص التي تساعد الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة والتكاثر. جيم هو إحدى صور التلقيح الخاصة بالصنوبر. دال هو إحدى صور الإخراج التي يتخلص بها الجسم من الفضلات. يا ترى إيه هو الاختيار الصحيح لتعريف التكيف؟ ممتازين، بالفعل التكيف هو الخصائص التي تساعد الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة والتكاثر. السؤال التالي: توجد طبقة كثيفة من الدهون تحت الجلد في كل مما يلي ما عدا. طبقة كثيفة من الدهون موجودة في كل الحيوانات دي ما عدا حيوان واحد، يا ترى هو مين؟ ألف الدب القطبي، باء ثعلب الفعلك، جيم البطريق، دال الثعلب القطبي. يا ترى إيه هو الحيوان اللي ما عندوش طبقة كثيفة؟ بالفعل ثعلب الفانك هو الحيوان اللي مش محتاج للطبقة الكثيفة من الدهون لأنه بيعيش في الصحراء. السؤال اللي بعد كده: أي شيء ينتج ضوء يسمى؟ ألف سطح عاكس، ب جسم معتم، جيم بساط شفاف، دال مصدر للضوء. أي جسم بينتج ضوء بنقول عليه إيه؟ الإجابة الصحيحة هي مصدر للضوء. مصدر الضوء هو أي شيء بينتج أو يشاع ضوء. ما هي الكلمة المستخدمة لوصف الضوء عند سقوطه على سطح ناعم ولامع ثم ارتداده؟ ألف الظل، ب الطاقة، جيم الانعكاس، ودال الطول الموجي. إيه هي الكلمة اللي بتدل على الضوء لما يسقط على سطح لامع وناعم ثم يرتد؟ الإجابة الصحيحة هي الانعكاس. المسؤول عن تفسير ما نراه هو: ألف الأذن، باء الضوء، جيم المخ، دال العين. إيه هو المسؤول عن تفسير ما نراه؟ المخ هو المسؤول عن تفسير ما نراه. وننتقل للسؤال التالي: ماذا يحدث للضوء عند سقوطه على سطح خشن؟ ألف ينعكس، ب يتشتت، جيم ينكسر، دال يمتص. الضوء لما بيسقط على سطح خشن، بالفعل الضوء لما بيسقط على سطح خشن يتشتت، يعني بينتشر في اتجاهات كثيرة. السؤال التالي: يتواصل النمل عن طريق الرائحة، فإنه يستخدم حاسة. ألف السمع، باء البصر، جيم الشم، ودال اللمس. إيه هي الحاسة اللي بيعتمد عليها النمل لما بيتواصل عن طريق الرائحة؟ بالفعل الإجابة الصحيحة هي الشم. وننتقل للسؤال التالي: كل مما يلي يعتبر شفرات ما عدا. يا ترى إيه هي الحاجة الوحيدة اللي لا تعتبر شفرة في الحاجات دي؟ ألف إشارات اليد، ب مشاهدة التلفزيون، جيم تعبيرات الوجه، أما دال
إشارات المرور. بالفعل كل الإجابات صحيحة. الإجابة الصحيحة هي ب. إشارات اليد تعتبر شفرة، وتعبيرات الوجه كمان شفرة، وإشارات المرور، ولكن مشاهدة التلفزيون لا تعتبر من الشفرات. السؤال التالي: يقوم اللاعب بنقط، بيعمل إيه اللاعب للكرة لكي يقوم صديقه بالتقاطها؟ ألف دفع، ب سحب، جيم شد، دال جر. يا ترى اللاعب لما بيجي يدي الكرة لصديقه بيعمل ليها إيه؟ بالفعل هي دفع، يقوم اللاعب بدفع الكرة لكي يقوم صديقه بالتقاطها. والسؤال التالي: المقدرة على بذل شغل، يا ترى ده تعريف ايه يا ولاد؟ ألف المادة، ب الطاقة، جيم السحب، دال الدفع. الإجابة الصحيحة الطاقة، الطاقة هي المقدرة على بذل شغل. السؤال التالي: سقوط قلم من على المكتب لأسفل يكون تحت تأثير قوة. ألف الحركة، ب الدفع، جيم الجاذبية، ودال متزنة. يا ترى إيه هي الاختيار الصحيح؟ القلم لما بيقع من على المكتب، إيه هو الاختيار الصحيح؟ الإجابة الصحيحة هي قوة الجاذبية. بالفعل القلم لما بيسقط من على المكتب في حاجة بتسحبه لأسفل، هي قوة الجاذبية. السؤال التالي: عند احتراق البنزين تخرج الطاقة الكيميائية المختزنة في صورة نقط وضوء، يا ترى هنضع إيه في النقط؟ ألف دخان، باء حرارة، جيم شرارة، دال ثاني أكسيد الكربون. إيه هو الاختيار الصحيح؟ بالفعل الطاقة الكيميائية المختزنة بتتحول لضوء وحرارة. ماذا يحدث لطاقة الحركة عندما تصفق بيديك؟ أنا بحرك إيدي عشان أسقف، إيه اللي بيحصل لطاقة الحركة؟ تعالوا نشوف الاختيارات. ألف تتحول إلى طاقة وضع وطاقة شمسية، ب تفقد بعض الطاقة ويتحول البعض الآخر إلى طاقة صوتية، ج تتحول إلى طاقة صوتية وحرارية، دال تفقد بعض الطاقة ويتحول البعض الآخر إلى طاقة كيميائية. يا ترى إيه هو الاختيار الصحيح؟ ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ إيه اللي بيحصل لطاقة الحركة لما بنسقف بإيدينا؟ لما بنسقف بإيدينا طاقة الحركة بتتحول إلى طاقة صوتية وحرارية. الصوت اللي بنسمعه لما بنسقف، وكمان في حرارة بنشعر بيها لما إيدينا بتخبط في بعضيها. إذن تتحول طاقة الحركة إلى طاقة صوتية وحرارية، هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال التالي: ما هي صورة تحول الطاقة عند قيادة دراجة؟ لما بنسوق العجلة إيه هي تحولات الطاقة اللي بتحصل؟ تعالوا نقرأ الاختيارات. ألف تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة وضع، ب تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، ج تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية، دال تحول الطاقة الحركية إلى طاقة نووية.
نركز كويس علشان نقدر نعرف إيه هي تحولات الطاقة اللي بتحصل عند قيادة الدراجة. بالفعل الإجابة الصحيحة هي جيم. الطاقة الكيميائية بتتحول إلى طاقة حركية. طب والطاقة الكيميائية دي كانت موجودة فين؟ دي موجودة عندنا في جسمنا من خلال الطعام اللي احنا أكلناه اللي بيمدنا بالطاقة المختزنة في جسمنا. هي دي الطاقة الكيميائية اللي لما بنتحرك وبنقود الدراجة أو بنمشي أو بنعمل أي رياضة بتتحول في الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية. تعالوا ننتقل للسؤال التالي، والسؤال بيقول كيف يمكن حساب السرعة؟ ألف الزمن مقسوم على وحدة المسافة المقطوعة، ب المسافة مقسومة على وحدة الزمن، وجيم بيقول الكتلة مقسومة على وحدة المسافة المقطوعة، أما دال الحجم مقسوم على وحدة الكتلة. يا ترى إيه هو الاختيار الصحيح اللي بيخليني أقدر أحسب السرعة؟ الإجابة الصحيحة هي ب. المسافة مقسومة على وحدة الزمن هي دي العلاقة اللي بقدر من خلالها أحسب السرعة. السؤال التالي، يتسابق حلزون وقطة، عارفين الحلزون؟ أيوة، هو الكائن اللي بيبقى شايل قوقعة وبيمشي بالراحة خالص. الحلزون والقطة بيتسابقوا، وطبعا القطة بتقطع مسافة أسرع من الحلزون. يا ترى إيه هي السباقات اللي ستربحها القطة إذا تحرك كلاهما الاتنين مشيوا في نفس الوقت ومشيوا من خط البداية مع بعضهم، يعني بدأوا من نفس النقطة وخدوا نفس الوقت. يا ترى إيه هي السباقات اللي ممكن القطة تربحها؟ تعالوا نشوف الخيارات. الاختيار الأول ألف سباقات المسافات القصيرة وليست الطويلة، ب سباقات المسافات الطويلة وليست القصيرة، جيم أي سباق، دال لن تربح أي سباق. يا ترى إيه هو الاختيار الصحيح؟ بالفعل القطة هتفوز في كل السباقات لأنها أسرع من الحلزون. يبقى الاختيار الصحيح هو جيم أي سباق. السؤال التالي، يتزلج مصطفى على تل. طبعا عارفين يعني إيه تل، اللي هو المكان المرتفع وكمان نازل بانحدار. مصطفى بيتزلج على تل باستخدام قطعة من ورق الكرتون وتدفعه أخته من الخلف. ما تأثير ذلك في حركته؟ تأثير دفع أخته ليه؟ ألف يتوقف، ب يسرع، جيم يبطئ، دال لا تتغير سرعته. يا ترى دفع أخته ليه هيأثر في حركته بإيه؟ إيه هو الاختيار الصحيح؟ بالفعل دفع أخته ليه هيجعله سرعته هتزيد، يبقى إحنا هنختار ب يسرع. معانا سؤال بيقول تمثل الأسهم في كل إجابة أشعة الضوء. يا ترى إيه هو الشكل اللي هيعبر عن انعكاس الضوء في المرآة؟ ألف شايفين السهم، وآدي باء، عندي نجيم، يردال. يا ترى إيه هي الرسمة اللي لو أنا هستخدمها في التعبير عن انعكاس الضوء هتكون صحيحة؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ انعكاس الضوء في المرآة. الإجابة الصحيحة هي ألف، لأن انعكاس الضوء في المرآة بيجعل الأشعة الضوئية بتنعكس بانتظام،
وده شكل الانعكاس المنتظم. عندنا سؤال بيقول رقم العبارات بترتيب يوضح كيفية الرؤية عند الإنسان، يعني إحنا عندنا جمل هنرتبها بحيث نقول إزاي الإنسان بيشوف الحاجات. أول جملة ينعكس الضوء على العين، الثانية يسقط الضوء على الجسم، الثالثة يفسر المخ ما نراه، أما الرابعة فالأعصاب الموجودة في عيون الإنسان بتنقل رسائل إلى المخ. يا ترى إيه أول واحدة فيهم؟ أول واحدة في الأربعة تكتبولي رقمها بسرعة عشان أكتب عليها واحد، الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة؟ أكتب واحد على أي واحدة فيهم. ممتازين، بالفعل الأولى هي يسقط الضوء على الجسم. طب أكتب اتنين على إيه اللي بيحصل بعد سقوط الضوء على الجسم؟ تمام، اتنين ينعكس الضوء على العين. بعد ما الضوء بيسقط على الجسم بينعكس على العين. وتلاتة إن الأعصاب الموجودة في العين هتنقل الرسائل دي بسرعة إلى المخ. أما أربعة فالمخ بيقوم بدوره وهو تفسير ما نراه، يعرفنا دي صورة إيه. وبكده نكون رقمنا العبارات بالترتيب الصحيح. أول واحدة يسقط الضوء على الجسم، التانية بينعكس الضوء على العين، والتالتة إن الأعصاب بتنقل الرسائل إلى المخ، وأخيراً إن المخ يفسر ما نراه. لاحظ الصورة وحدد أي من الجمل الآتية صحيح. هي دي الصورة، عندنا الأولاد بيلعبوا لعبة شد الحبل، وعلى جانبي الحبل ثلاثة من اليمين وثلاثة من اليسار. تعالوا كده نشوف إيه هي الجمل. الجملة الأولى بتقول إن القوى متزنة ويتحرك الحبل ناحية اليمين، أما الجملة الثانية بتقول القوى متزنة ولن يتحرك الحبل. ثلاثة القوى غير متزنة ويتحرك الحبل ناحية اليمين. أربعة القوى غير متزنة ويتحرك الحبل ناحية اليسار. الإجابة الصحيحة هي اتنين، أن القوى متزنة هما الاتنين قوتهم متساوية ولكنها متضادة في الاتجاه طبعا، وعلشان كده الحبل مش هيتحرك لا ناحية اليمين ولا ناحية اليسار، فالاختيار الصحيح بيقول القوى متزنة ولن يتحرك الحبل. تقطع نورهان بدراجتها مسافة 80 كيلو متر في 4 ساعات، فكم سرعة دراجتها؟ عايزين نحسب سرعة دراجة نورهان اللي بتقطع 80 كيلو متر في زمن 4 ساعات. العلاقة اللي بستخدمها بتقول السرعة بتساوي المسافة على الزمن، وعرفنا إن المسافة 80 والزمن 4، نقسم 80 على 4 بيطلع الناتج 20، وفي الآخر بنقول وحدة السرعة اللي هي وحدة المسافة على وحدة الزمن. وحدة المسافة هنا كانت بالكيلومتر، ووحدة الزمن بالساعة، علشان كده قلنا إن سرعة الدراجة 20 كيلو متر لكل ساعة. السؤال التالي، املأ الفراغات بالمصطلح الصحيح من بنك المصطلحات. البنك عندي فيه مصطلحات، أولها الأكسجين
ثاني أكسيد الكربون، الشم، السمع، العصبي، الهضمي. تعالوا نقرأ العبارات علشان هنختار المصطلحات من بنك المصطلحات. تتم عملية تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة للاستفادة منها في الجهاز. يا ترى إيه هو المصطلح اللي هنكمل بيه العبارة علشان تكون صحيحة؟ هنا الإجابة الصحيحة هي الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي اللي بيقوم بعملية هضم الطعام، وهي معناها تفتيت الطعام لأجزاء صغيرة عشان نقدر نستفيد منها. تعالوا نشوف الجملة اللي بعد كده. عند تعرض يدك لحرارة الفرن، فإن الجهاز A اللي بيجعلك تسحب يدك سريعاً لما ايدينا بتلمس حاجة سخنة وليكن الفرن. في جهاز في جسمنا هو اللي بيخلينا نقوم برد فعل منعكس سريع ونشيل ايدينا بسرعة. بالفعل هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي هو اللي بيخلينا نقدر نستجيب لجميع المؤثرات اللي في العالم من حولنا، سواء كان حرارة أو ضوء أو صوت أو تذوق لطعم معين، كل الحاجات دي اللي بيستجيب ليها الجهاز العصبي. الجملة اللي بعد كده، يمكن للطيور التواصل بالأصوات باستخدام حاسة. الطيور بتتواصل بالصوت، بنسمع زقزقة الطيور. يا ترى إيه هي الحاسة اللي بتستخدمها الطيور لتتواصل بالأصوات؟ يلا نختار من بنك المصطلحات. هي حاسة السمع. والعبارة الأخيرة. العبارة الأخيرة بتقول أثناء عملية التنفس تستنشق رئتاك، الرئتين بتوعنا، غاز. أثناء عملية التنفس بتستنشق رئتاك غاز. بتستنشق ايه؟ يعني بتاخد غاز ايه وتخرج غاز ايه. ايه هو الغاز اللي بناخده بندخله نستنشقه، وايه هو الغاز اللي بنخرجه اثناء عملية التنفس؟ الرئتين بتستنشق غاز الاكسجين، ودي اسمها عملية الشهيق، وتخرج غاز ثاني أكسيد الكربون، ودي اسمها عملية الزفير. يلا بينا نتنقل للسؤال التالي. السؤال التالي، حدد ما إذا كانت العبارة صواب أم خطأ. تتكيف النباتات تكيفاً تركيبياً وسلوكياً. بالفعل الإجابة صحيحة. النبات بيقوم بتكيف تركيبي وتكيف سلوكي. العبارة التالية، أقدام البطريق لا تتجمد لأنها مغطاة بريش. يا ترى العبارة صحيحة أم خاطئة؟ تمام، العبارة خطأ، لأن أقدام البطريق لا تتجمد لأن فيها أوعية دموية بتمدها بالدم الدافئ، لكنها ليست مغطاة بريش. عندما يمشي شخص حافي القدمين على صخرة حادة، فإن المخ هو آخر عضو يستجيب لهذه المعلومة. يا ترى كده العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ العبارة خطأ، لأن المخ بيستجيب بسرعة فائقة أقل من الثانية. زمن الاستجابة بيبقى أقل من الثانية. مجرد إن الإنسان هيضع رجله على الصخرة، المخ بيستجيب ويجعله يجذب رجله بعيداً عن الصخرة الحادة، ويقوم بعملية جذب الرجل، ودي تعتبر رد فعل منعكس.
نستشعر الحرارة عن طريق حاسة اللمس. يلا كده نقول العبارة صحيحة أم خطأ؟ العبارة صحيحة، الحرارة بنستشعرها عن طريق حاسة اللمس. يعمل كل عضو حسي من الجهاز العصبي بمفرده وبشكل مستقل عن المخ. يا ترى العبارة صحيحة ولا خطأ؟ يعمل كل عضو حسي من الجهاز العصبي بمفرده بشكل مستقل عن المخ. العبارة خطأ لأن العضو الحسي، أعضاء الحس كلها والجهاز العصبي والأعصاب بكل أجزاء جسم الإنسان بتعمل معا في تكامل. ما ينفعش إن عضو يستقل ويشتغل لوحده، كل الأعضاء بتتكامل مع بعضها علشان تؤدي الوظيفة الأساسية للجهاز العصبي في جسم الإنسان، وهو إن هو يتصل بالعالم المحيط وإن هو يجمع المعلومات ويفسرها ويدي استجابات ليها. تستقبل الأعصاب المعلومات من الحواس وترسلها إلى المخ حتى ولو كان الشخص نائما. بالفعل العبارة صحيحة، الأعصاب بتستقبل المعلومات من الحواس وبترسلها للمخ حتى لو كنت نايم، والدليل على كده إن أنت لو نايم ممكن تسمع صوت التليفون وتقوم ترد عليه. يبقى كده الأعصاب الموجودة في الأذن استقبلت الصوت وبقى أرسلت رسالة بيه للمخ وخلتنا نصحى علشان نقوم نرد على التليفون. ده مثال للاستجابة اللي بيقدر الإنسان يستجيب ليها حتى لو كان نائم. العبارة التالية بتقول للإنسان دور سلبي على البيئة ولا يستطيع المساعدة على استعادة النظام البيئي. عايزين نقول العبارة دي صحيحة ولا لأ؟ نفكر كويس. للإنسان دور سلبي على البيئة ولا يستطيع المساعدة على استعادة النظام البيئي. العبارة خطأ. العبارة دي الجزء الأول صحيح، للإنسان بالفعل دور سلبي على البيئة، لكن الإنسان يستطيع إن هو يساعد على استعادة النظام البيئي، إن هو يتلافى المشكلات اللي عملها ويعالج المشكلات اللي أدت للدور السلبي ده. زي ما قلنا إن الإنسان ممكن يقوم بالزراعة علشان ينقي الهواء من التلوث اللي حصل بسبب البنيان وبسبب المصانع والايه والحاجات وسائل المواصلات اللي بتلوث الهواء. كمان الانسان بيساعد وبيحمي بعض الحيوانات من الانقراض، يبقى هو كده كمان بيساعد على استعادة النظام البيئي. تعد الخياشيم تكيفاً تركيبياً في الأسماك. تمام، العبارة صحيحة. الخياشيم تكيف تركيبي بيساعد الأسماك إنها تتنفس تحت الماء. إن التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء لمدة طويلة يدمر الرئتين ويتسبب في الإصابة بأمراض الصدر. يا ترى العبارة صحيحة أم خطأ؟ ممتازين، بالفعل العبارة صحيحة، كل ما زاد التلوث كل ما زادت الأمراض وانتشرت في البيئة وخصوصا أمراض الصدر. القمر يعكس الضوء لذلك يعتبر مصدر للضوء. العبارة خطأ.
لأن القمر ليس مصدرا للضوء لأنه لا يشع ولا ينتج ضوء بذاته. الرؤية بأعيننا وسيلة تساعدنا على جمع المعلومات من البيئة المحيطة. بالفعل الإبصار، حاسة البصر وحاسة السمع وجميع الحواس بتجمع المعلومات من البيئة. يستخدم الإنسان الأصوات فقط للتواصل فيما بينهم. الناس بتتواصل بالصوت فقط. هل العبارة دي صحيحة أم خطأ؟ العبارة خطأ لأن الإنسان عنده وسائل كتيرة للتواصل، ممكن نتواصل بومضات الضوء وممكن نتواصل بالصوت وممكن نتواصل بالإشارة، وعندنا كمان وسائل تكنولوجية زي اللي احنا بنستخدمها دلوقتي وبنتواصل بيها كتير، وبنتواصل بالكتابة، عندنا وسائل للتواصل متعددة. يستطيع الحصان الرؤية في الليل بسبب البساط الشفاف. بالفعل الحصان من الحيوانات اللي عندها البساط الشفاف زي القطط وزي حيوان الرنة اللي احنا قلنا ان هو نوع من الغزلان، انهم عندهم بساط شفاف بيجمع ليهم الضوء وبيعكس الضوء وبيساعدهم على الرؤية بوضوح في الليل. تحدث الرؤية عندما يخرج الضوء من العين ويسقط على الجسم. يا ترى العبارة دي صحيحة؟ تحدث الرؤية عندما يسقط الضوء من عندما يخرج الضوء من العين ويسقط على الجسم. طبعا العبارة دي خطأ لأن الضوء ما بيخرجش من العين، الضوء بيخرج من مصدر الضوء بيسقط على الجسم، بعد كده بينعكس للعين، وبعد كده بينتقل عبر الأعصاب، وبنستطيع عن طريق المخ تفسير ما نراه. شعلة النار في الصحراء من مصادر الضوء. شعلة النار بالفعل مصدر من مصادر الضوء لأنها تنتج ضوء بذاتها. يتأثر الكتاب الموضوع على الطاولة بقوى غير متزنة تجعله ساكنا. الكتاب الموضوع على الترابيزة بيتأثر بقوى غير متزنة هي اللي بتجعله ساكنا. الكتاب الموضوع على الطاولة ما هو ساكن، إذن القوة بتكون قوة متزنة. أنا قلت لكم قبل كده في الحصص اللي فاتت إن الشيء الساكن واقف وثابت وساكن معناها إن هو بيتأثر بقوة متزنة، أما لو القوة غير متزنة كان اتحرك وهيتحرك في اتجاه القوة الأكبر. إذن العبارة دي خطأ. السؤال التالي، تتيح لنا أنظمة التواصل التكنولوجية التواصل عبر مسافات بعيدة بطرق متعددة. بالفعل العبارة دي صحيحة. أنظمة التواصل التكنولوجية زي الهواتف المحمولة، زي دلوقتي إحنا بنتواصل مع بعضينا وكل حد مننا موجود في محافظة بعيدة كتير عن التاني، فدي وسائل اسمها وسائل التواصل التكنولوجية بالفعل بتخلينا نتواصل عبر مسافات بعيدة وبطرق متعددة، إن إحنا ممكن نتواصل بالصوت زي ما إحنا بنتواصل دلوقتي، وكمان بنتواصل بالكتابة، وممكن كمان نتواصل بالصوت والصورة. كل دي اسمها أنظمة التواصل التكنولوجي. تستخدم قوة السحب عند تشغيل المفتاح الكهربي. لما نيجي نستخدم المفتاح الكهربي اللي هو زر الكهرباء، لما نيجي ننور النور مثلا، دي قوة سحب. يا ترى العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ علشان أشغل المفتاح دي قوة دفع، لأني بضغط على المفتاح وبدفعه بعيدا عني. إذن العبارة خطأ.
يستخدم النحل الحركات الاهتزازية لإرسال الرسائل. النحل بيتواصل بالحركات الاهتزازية، هل العبارة دي صحيحة أم خطأ؟ العبارة صحيحة. القوة المستخدمة لشد الحبل تسمى قوة الدفع. ممتازين، أحسنتم. شد الحبل مش قوة دفع، يبقى العبارة خطأ. شد الحبل دي قوة سحب. تساعد الكتابة في فهم الماضي ونقل الأفكار للأجيال القادمة. ممتازين، بالفعل العبارة صحيحة. السؤال التالي: يقوم النمل الكشاف بإرسال رسائل صوتية لإرشاد النمل عن مكان وجود الطعام. النمل الكشاف، النمل الكشاف ده النمل اللي بيبحث عن الطعام، لما بيجد الطعام بيعمل رسائل صوتية علشان يعرفهم إن وجد الطعام. يا ترى العبارة دي صحيحة؟ العبارة خطأ، لأن النمل عرفنا واتفقنا إن هو بيتواصل بالرائحة. بيعمل إيه؟ بيفرز روائح تعرف النمل التاني عن مكان وجود الطعام. يعيش النمل في مستعمرات تتكون من آلاف الأفراد. النمل بيعيش في مستعمرات بتتكون من آلاف الأفراد. بالفعل العبارة صحيحة، النمل بيعيش في مستعمرات بتتكون من آلاف الأفراد، وبيبقى منظم جدا وبيقسم العمل ويتعاون وبيشتغلوا كلهم مع بعض لأهداف معينة، إن هم يوصلوا إن هم يحققوا أهدافهم دي. كلهم مع بعض مقسمين العمل وكلهم بيشتغلوا بجد واجتهاد وفي نظام. العبارة التالية: يحرك السحب الجسم بعيدا عنك، أما الدفع فيجذبه تجاهك. نركز في العبارة دي: يحرك السحب الجسم بعيدا عنك، أما الدفع فيجذبه تجاهك. يا ترى العبارة دي صحيحة أم خطأ؟ العبارة دي خطأ، السحب هو اللي بيقرب الحاجة مني، أما الدفع بيبعدها عني، فهي العبارة مقلوبة. السحب إن أنا أجذب الشيء إلي، أقربه من جسمي، أما الدفع إن أنا أبعده عني. العبارة التالية بتقول الحركة هي تغير في موضع الجسم. يا ترى دي صحيحة أم خطأ؟ العبارة صحيحة، بالفعل تعريف الحركة هي تغير في موضع الجسم. يمكنك تحويل أو استحداث الطاقة. ممتازين، العبارة دي خطأ. بالفعل إحنا نقدر نحول الطاقة، ولكن لا نستطيع أن نستحدثها. نستحدثها إن إحنا نجيبها من العدم، لأننا قلنا إن في قانون بيقول لنا إن الطاقة لا تفنى، يعني لا تنتهي ولا تستحدث من العدم. يبقى أنا ما أقدرش أستحدث الطاقة، إن ما يبقاش أصلاً كان في طاقة وأنا اللي أوجدها. الطاقة بتتحول من صورة لأخرى، بتنتقل من مكان لآخر. عند شد حبل مطاطي يختزن طاقة وضع داخله. أحسنتم، العبارة صحيحة. أنا لما بجذب الحبل ومطه كده هو بقى داخله طاقة وضع، أول ما بتركه بتتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة. كلما تحرك الجسم اكتسب طاقة حركة أكبر. ممتازين، أحسنتم، بالفعل العبارة صحيحة، كل ما الجسم اتحرك اكتسب طاقة حركة أكبر، وكل ما سرعته زادت بقى عنده طاقة حركة أكبر. العبارة التالية: يؤثر الاتجاه على سرعة الجسم. ممتازين،
العبارة خطأ، السرعة لا تتأثر بالاتجاه سواء اتجهنا يمينا أو يسارا، السرعة علاقتها بالمسافة والزمن بس. تقاس السرعة بالوحدات متر لكل ثانية وكيلو متر لكل ساعة. بالفعل هي دي وحدات قياس السرعة، المتر على الثانية والكيلو متر على الساعة. إذا قطع عداء 10 كيلو متر لكل ساعة، والعداء الثاني، العداء ده اللي هو المتسابق في الجري، والعداء الثاني قطع 10 كيلو متر في نص ساعة، فإن العداء الأول هو الأسرع. يا ترى العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ نفكر كده كويس علشان نحسب سرعة كل واحد فيهم ونعرف مين فيهم هو الأسرع. الأولاني 10 كيلو متر لكل ساعة، والتاني 10 كيلو متر في نص ساعة. العبارة دي خطأ لأن العداء التاني هو الأسرع، جري نفس المسافة ولكن في زمن أقل. بدل ما مشيها الأولاني في ساعة، خد العشرة كيلو في ساعة، التاني قطع العشرة كيلو متر في نص ساعة، إذن هو الأسرع. خفة وزن الحيوان تساعد على زيادة سرعته. يا ترى العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ بالفعل العبارة صحيحة، وخدنا عليها مثال الفهد. الفهد وزنه خفيف وده بيساعده انه بيجري بسرعة فائقة. هنا كده وصلنا لنهاية حصتنا، وفيها بناخد الاختبار التفاعلي. عندنا الكود اللي هنستخدم ليه التطبيق اللي بيقرأ الأكواد. هنفتح التطبيق اللي جواه كاميرا وبيساعدني ان انا اعرف اوصل للاختبار التفاعلي، ونسلط الكاميرا بحيث ان المربع ده كله يبقى داخل كادر الكاميرا. هنوصل لاختبار تفاعلي، الاختبار ده هتحلوه وفي النهاية هتعمل اظهار النتيجة، هيطلع لك الدرجة بتاعتك. ممكن تحل الاختبار أكتر من مرة، وكمان هنعرف إحنا غلطنا في إيه. اللي ما عندوش التطبيق ممكن يستخدم الرابط اللي موجود في أسفل الصورة. أتمنى لكم كلكم التميز والتفوق في امتحان بكرة. نتأنى وإحنا بنقرأ الأسئلة، ونفكر كويس قوي، ونفتكر كويس قوي إن إحنا علماء، فنفكر كعلماء ونحلل الجملة اللي قدامنا علشان نقدر نجاوب عليها إجابة صحيحة. كان معكم الأستاذة سوزان جمال الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.